اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه حلقه النهارده اللي هي الجالي بالفواكه الطبيعيه او بعصير الفواكه الطبيعيه، وهو جالي هنعمله بثلاث انواع: الفراوله والبرتقال وعصير الليمون مع النعناع. ومقادير الوصفه هيكون عندنا 500 جرام فراوله هرسناهم وعملناهم عصير، مع كوب سكر واربع معالق كبيره جيلاتين. عندنا 500 جرام برتقال معصور، واحد كوب سكر واربع معالق كبيره جيلاتين، وعندنا هنا 400 جرام ميه و100 جرام عصير ليمون، لان طبعا عصير ليمون مش هينفع ان احنا نحطه لوحده، هيبقى جامد قوي. وعندنا ربع كوب ورق نعناع، وكوب سكر، وخمس معالق كبيره جيلاتين. هنحط انواع العصير على النار. هنحط الفراوله، والبرتقال، والميه، وعصير الليمون، وحنحط مع كل واحد منهم السكر ومع الليمون هناخد أوراق النعناع وهنحطهم في المية ونقطعهم، لأن التقطيع ده بيخلي الطعم بتاع النعناع لما بنقطعه بإيدنا كده يبتدي يطلع. ولازم نخلي بالنا إن النعناع والريحان الطعم بتاعهم بيبقى على الورقة نفسها من فوق مش من جوه، فلما نيجي نقطعهم ما نقطعهمش صغير قوي، لان بنبقى عايزين نحتفظ بالسطح بتاع ورقه النعناع او ورقه الريحان، لان كل الطعم بيبقى على سطح الورقه نفسها مش جوه، مش بداخل ورقه النعناع او الريحان. ودلوقتي ثلاث انواع الجيلاتين، عندنا اربع معالق للفراوله واربع معالق للبرتقال وخمس معالق للليمون. هنحط عليهم مية علشان نجهزهم. كل الجيلاتين تشرب من المية، وهنا كمان عايزين نتأكد ان السكر داب مع العصير. ونفس الحكاية مع البرتقال. وهنعمل نفس الحاجة هنا. ونفس الحاجة هنا. اوكي، الفراولة جاهزة. احط الجيلاتين
وهسيبه يدوب. والليمون كمان جاهز، وهحط معاه الجيلاتين. الليمون الجيلاتين بتاعه مختلف، 5 معالق، لان الليمون الانزيمات اللي فيه اقوى من الانزيمات اللي فيه البرتقال والفراوله، فهيحتاج شويه جيلاتين اكتر شويه. نحط البرتقال على النار الاعلى، واول ما يغلي هنحط عليه الجيلاتين برضو زي الباقيين، ونسيبه يدوب فيه. بالنسبة للليمون، لان في نعناع، ممكن حاجة من اتنين، ممكن ان احنا نصفي النعناع لو احنا مش عايزين ورق النعناع يفضل فيه، او ممكن نضربه بمضرب الايد او الهاند بلندر علشان النعناع يفضل فيه، بس في نفس الوقت يبقى شكله حلو زي ما بنعمل عصير الليمون اللي بالنعناع، وده ناس كتير بتحبه زي ما هو كده، ويبقى قطع النعناع فيه صغيرة. ودي هي الطريقة اللي احنا هنعملها بيها النهاردة. هنحطه هنا، وهنجيب الهاند بلندر وهنضرب النعناع وعصير الليمون مع بعض. اوكي، وزي ما قلنا النعناع ان احنا نخليه هنا، ده حاجة اختيارية، وممكن اصلا ما نعملش الجالي الليمون بتاعنا بنعناع. اللي بيحبه من غير نعناع ممكن ما يحطش ورق نعناع اصلا. وندوب بقيه الجيلاتين في الفراوله وفي البرتقال، وطبعا هما لسه سخنين قوي دلوقتي، لازم نسيبهم يبردوا شوية. وطبعا يفضل ان احنا نصفيهم علشان لو في اي جيلاتين مدبش او اي سكر برضو مدبش يطلع في المصفى. وبعد كده هنبتدي نحطهم في الكوبايات. وهنرصهم طبقات بالشكل اللي احنا نحبه. ممكن نحط الفراولة الاول، ممكن نحط الليمون الاول، او بالشكل اللي يعجبنا. انا هبتدي هنا دلوقتي بالليمون، نملى شوية صغيرين. بالشكل ده، وندخلهم التلاجة لحد ما الليمون يجمد، وبعد كده نحط طبقة من الفراولة وطبقة من البرتقال، أو زي اللي أنا عاملاهم في التلاجة. أنا ابتديت بطبقة الفراولة وبعد كده طبقة برتقال وبعد كده الليمون، ودلوقتي أشيل دول وأجيب الجاهزين من التلاجة.